أهلا أحبائنا مشاهدينا، أنا موجود على جبل صهيون ورح أتكلم عن يسوع والروح القدس. وطبعا هذا المكان مهم جدا، نسترجع ذكرياتنا لجبل صهيون، مدينة داود اللي بيتكلم عنه الكتاب: وجدت داود بن يسى رجلا حسب قلبي، والرب مسحه ملكا على صهيون. وأيضا يعني بيتكلم عن يسوع المسيح، عن مسحة الابتهاج، ابتهاج أو فرح. هذا المكان مليء بالمواقع، مليء بالمعلومات، فأنا راح أتكلم عن الروح القدس من هذا الجبل، لأنه على نفس هذا الجبل علية صهيون، مكان وين اختبر التلاميذ الامتلاء من الروح القدس. على جبل صهيون موجود كنيسة صياح الديك سان بيترز إن غاليكانتو، أو فوق بيت قيافة. هنا حدثت المحاكمة الدينية أمام حنان، أمام قيافة، وطبعا أمام مجمع السنهدرين. وطبعا صهيون أو جبل صهيون يسمى جبل الرب أيضا، أو مدينة داود، تطل على البلدة القديمة سلوام. في أسفل هذا الجبل في بركة سلوام، وين المسيح طلب من المولود أعمى أن يذهب ويغتسل في بركة سلوام، وطبعا شفي من العمى. وفي الجهة الأخرى نرى بيت عنيا، منطقة العازر مريم ومرثا، وطبعا وادي قدرون الذي يلتقي مع وادي بن هنوم، مواقع كثيرة، وجبل الزيتون من الجهة الأخرى. في هذا الوقت أريد أن أتكلم عن يسوع والروح القدس.